السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ذكرت لي سبب حفظك في ألفية السيوطي، وأنا أريد أن أشارك مع الأخوة المتابعين. الله يبارك فيك حبيبي. هو أنا طبعا من بدايات الطلب كنت حريص على حفظ المتون، الحمد لله حفظت يعني متونا في النحو وفي غيرها وفي البلاغة وفي العقيدة وهكذا، وكنت أريد أن أحفظ في الحديث متنا. ففي يوم من أيام الجمعة سنة 1982 كنا بنصلي الجمعة في مسجد العزيز بالله عند الشيخ محمد جميل غازي رحمة الله عليه، وكان عادة بعد الصلاة كان معنا الشيخ أبو إسحاق الحيويني كان يصلي معنا الجمعة، فكنا نقف معه والإخوة يسألونه عن بعض المسائل الحديثية. فجاء سائل يسأل الشيخ، قال له: يا شيخ، أحفظ ألفية السيوطي أم ألفية العراقي؟ وأنا كنت واقف يعني كأحد المستمعين يعني. فقال له الشيخ، وهذه الجملة قالها هكذا، قال: الشيخ الألباني يحفظ ألفية السيوطي. فأنا يعني لم أكذب خبرا. وتاني يوم نزلت سوق الكتاب في الأزهر واشتريت ألفية السيوطي وأخذت في حفظها، والحمد لله من الله علي بحفظها وحفظ متون أخرى، والحمد لله رب العالمين، ونفعني الله بها نفعا عظيما، كانت سببا في ضبط العلم ومعرفة أطرافه وحدود أنواعه وتعاريفه، والله أعلم. جزاك الله خير. جزاك الله خير شيخنا، الله يكرمك.